الرئيس السيسي وجهه باستمرار العمل بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية أساسا متينا للتحديث الشامل للجهاز الإداري. مصر تؤكد موقفها الداعي لاحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه، والأمم المتحدة تشيد بجهود القاهرة لمساعدة الفارين من الاشتباكات. والجيش السوداني يؤكد استقرار الأوضاع بجميع المناطق باستثناء أجزاء من الخرطوم وشمال كردفان، ويتهم ميليشيا دعم السريع بخرق الهدنة. منتصف ليل القاهرة 9 بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بحضراتكم مشاهدينا، نستهلها مع حبيبة عمر. إليك حبيبة. شكرا لك رامي، وأهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام. وجه الرئيس السيسي باستمرار العمل في اتجاه أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة أساسا متينا للتحديث الشامل للجهاز الإداري. وخلال اجتماع بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة مع رئيس الوزراء وعدد من الوزراء والمسؤولين، أشار المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الرئيس السيسي وجه بانتقاء أكفأ العناصر في جميع المؤسسات وتأهيلها وتدريبها مهنيا وفنيا وشخصيا، وذلك في إطار منظومة تدريبية متكاملة وجادة. عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا بمقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة مع كل من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير وزير النقل، واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمهندس خالد عباس رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع خلال الاجتماع على الموقف التنفيذي لانتقال الوزارات والأجهزة الحكومية المختلفة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في ضوء بدء الانتقال الفعلي لمجلس الوزراء وعدد من الوزارات والقطاعات للعاصمة، حيث وصل عددها إلى 14 وزارة وجهة حكومية، بينما تستعد بقية الوزارات والهيئات للانتقال خلال الفترة القصيرة المقبلة. وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه في هذا الصدد باستمرار العمل في اتجاه أن يكون انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة أساساً متيناً للتحديث الشامل للجهاز الإداري المصري على نحو يتسم بالحوكمة والرقمنة، مع الاهتمام بالتطوير المؤسسي وانتقاء أكفأ العناصر في جميع المؤسسات وتأهيلها وتدريبها مهنياً وفنياً وشخصياً في إطار منظومة تدريبية متكاملة وجادة، وبحيث يتحقق أقصى استغلال واستفادة من البنية التحتية والتكنولوجية والمعلوماتية المتطورة التي تم تشييدها في العاصمة الجديدة، وبما يتوافق مع مسار الدولة في التنمية الشاملة الذي يقوم على تحديث البنية التحتية وتعظيم الإمكانات البشرية بالتوازي، وذلك في الإطار العام لبناء وتطوير الدولة المصرية على نحو مستدام. اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع وزير الدفاع ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة بمقر القيادة الاستراتيجية. وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، حيث أشاد الرئيس السيسي بالدور الذي تقوم به القوات المسلحة في كافة المهام التي توكل إليها. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة مع الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، وذلك بمقر القيادة الاستراتيجية، حيث تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة وجهودها في حماية الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وانعكاساتها على الأمن القومي في ظل الظروف والتحديات الحالية بالمنطقة. هذا وقد أشاد السيد الرئيس بالجهود التي تبذلها القوات المسلحة في كافة المهام التي توكل إليها والدور الذي تقوم به في حماية حدود الدولة ضد كافة العدائيات والتهديدات المحتملة، فضلاً عن مساهمتها في دعم مقومات التنمية وإنجاز المشروعات القومية العملاقة بالتعاون مع كافة مؤسسات الدولة لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين. تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية وعدداً من المنشآت بمقر القيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية، وصرح بذلك المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية. قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي صباحاً بجولة تفقدية في العاصمة الإدارية الجديدة، وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس اطلع خلال الجولة على الموقف التنفيذي لعدد من المنشآت بالأكاديمية العسكرية المصرية العليا في مقر القيادة الاستراتيجية. كل سنة وانتم طيبين. بتحاول تخلص ولا لسه؟ بتحاول تخلص ولا ايه؟ ربنا يوفقكم ان شاء الله. انا شايف حاجة جميلة قوي والله. وجهد كبير قوي اللي انتم عاملينه. ان شاء الله عشان ده شاكرين وكل سنة وانتم طيبين. كما تفقد سيادته منطقة ملاعب التدريب والاستاد الرياضي. سيادتك مشرفنا في الاستاد الرياضي، المنطقة فندم على مسطح 115 فدان بإجمالي 15 منشأ، إجمالي نسبة تنفيذ المنشآت فندم بلغت 91%. تاريخ النهو المخطط إن شاء الله فندم 30/6. طيب، هو دي المنشآت اللي أنت بتقولها. تمام يا فندم. دي كده. تمام. أنا شوف، التحدي بتاعنا ان احنا نخرج من هنا تماما على شهر 7/8 باذن الله يا فندم، قبل العيد ان شاء الله الكبير يا فندم كل منشاتنا ان شاء الله تكون هواء 100% يا فندم مجهزه للتشغيل ان شاء الله. عفوا فندم. شكرا. اي عمر فندم. وشملت جوله السيد الرئيس كذلك المبنى التعليمي لكليه الدفاع الجوي وكذا المستشفى. سيادتك بتشرفنا في القطاع الثالث اللي بيشمل كليات الدفاع الجوي. سيادتك موجود في النقطة أمام قبة التنشين، نسبة تنفيذ 85%، جاري أعمال رفع كفاءة التشطيبات الخارجية واستكمال أعمال نهو التشطيبات الداخلية. لا قول لي توقيت النهاية يا محمد. 20/6 بإذن الله يا فندم هنكون مخلصين كله إن شاء الله يا فندم. إن شاء الله يا فندم. كده؟ إن شاء الله يا فندم. كده. شكرين. مستشفى فندم ساعة 120 سرير يتكون من 3 أدوار، دور أرضي ودور أول ودور تاني. مستشفى فندم ساعة 120 سرير، مخطط نهوة فندم إن شاء الله 15/7/2023. 15/7/2023 مش قبل كده إن شاء الله فندم، إحنا تخطيط إنها تخلص قبل كده. شكرين. أيضا تضمنت جولة السيد الرئيس نادي الفروسية التابع للقوات المسلحة إلى جانب الحديقة المركزية بالعاصمة الإدارية. وفي نهاية الجولة شدد السيد الرئيس على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المخططة لتنفيذ المشروع، كما اطمأن السيد الرئيس على العاملين في المشروع. حمادة سبديد من سوهاج من مركز البلين. لا أحسن لي السعيد. أنت الأحسن يا رئيس. لا والله سعيد. الله يكرمك. إيه عايز يا حمادة؟ قول أتكلم بيني وبينك يا ولد. أتكلم في يعني في حياتنا نقصاني كتير يا ريس، ف عينينا الاثنين ربنا يبارك فيك، فنفسي اقعد معاك. انا اللي انت عايزه ده نفسي اقعد معاك يا ولا حماد. انا بحبك والله، انا اديتك في الانتخابات الاولى والانتخابات الثانيه. ده ملوش علاقه باللي انا اعمل لك اللي انت عايزه يا حماد. ربنا يبارك فيك. يعني انك تنتخب ولا ما تنتخبش، اسمع بس، انك تنتخب ولا ما تنتخبش مش دي قضيه،
لأنك أنت إنسان ومصري، ولو في حاجة أقدر أعملها لك هعملها. بس ده اخويا اهلا وسهلا زيك كل سنه وانت طيب. تلاش ولا حاجه هتشوف دلوقتي. سلام عليكم. عليكم السلام يا ريس. أعلن وزير الخارجية سامح شكري أن مصر تسلمت رسميا الرئاسة المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب خلفا للمغرب. وخلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى أشار شكري لأن الجماعات الإرهابية توظف التكنولوجيا لارتكاب جرائم بحق المدنيين، مشيرا للجهود المصرية الكبيرة في مكافحة الإرهاب بفضل تضحيات القوات المسلحة والشرطة. وأكد شكري المقاربة المصرية الشاملة في مكافحة الإرهاب والتطرف في ظل دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني في إطار مكافحة الإرهاب. قد واجهت مصر خلال العقد الماضي موجة غير مسبوقة من التهديدات الإرهابية استهدفت أمنها ومخدرات شعبها، وراح ضحيتها عدد كبير من أبناء الشعب المصري، إلا أننا نجحنا في القضاء على ذلك الخطر بفضل جهود وتضحيات القوات المسلحة والشرطة المصرية، ومن خلال اتباع مقاربة شاملة لا تقتصر على الإجراءات الأمنية فحسب، وإنما تمتد لتشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتنموية، بما في ذلك دحض الخطاب المنحرف المحرض على الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف، خاصة من خلال مبادرة السيد الرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني، وجهود مرصد الأزهر لمكافحة التطرف ومركز السلام التابع لدار الإفتاء المصري. وأكد شكري أن مصر تتولى الرئاسة المشتركة للمنتدى بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي في توقيت مهم في ظل أزمات اقتصادية مركبة وتحديات سياسية كبيرة. وأشار شكري إلى أن انتشار الإرهاب أدى إلى تراجع النمو الاقتصادي وتهديد السلم المجتمعي. إيمانا منا بإمكانات المنتدى، فإننا عازمون كرئيس مشترك مع الاتحاد الأوروبي على أن تأتي مسألة ضم جهود الدول الأفريقية في مكافحة الإرهاب في مقدمة أولوياتنا، من خلال تطبيق مقاربة شاملة تعالج مسببات الإرهاب، ترتكز على بناء القدرات الوطنية ودعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية واحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال برامج محددة تتسق أولويات واحتياجات الدول الأفريقية ذاتها، وتهدف إلى دعم جهودها في تنفيذ الاستراتيجية الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بمحاورها الأربعة. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء صدور قرار بإعفاء الإناث من تأدية الخدمة العامة، وأشار المركز إلى أن التضامن الاجتماعي نفت تلك الأنباء مشددة على استمرار تأدية الخدمة العامة للشباب من الجنسين سواء خريج الجامعات أو المعاهد العليا باعتبارها واجبا وطنيا، حيث يعد تحديد الموقف من الخدمة العامة سواء بالتأدية أو الإعفاء من مصوغات تعيين الخريجين باستثناء المؤهلات التي لها تكليف من وزارة الصحة. أحلى فرحة فرحتها في حياتي. احنا بنشعر بالفخر كل ما نروح اي حته في العالم، بنشعر بالفخر ان احنا مصريين. كنا واثقين في القياده السياسيه وعارفين ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حافظ على اولاده، حافظ على ابنائه، بيروح يجيبهم من ارض النار. الحمد لله رب العالمين، احنا ما كناش متخيلين ان الطيران هيقدر يجيبنا في الحته دي. انا واثق ان انا ورايا مؤسسات قويه جدا هي اللي جابتني هنا. بلد الزمان ما قدرش ياخد من شبابها، بلد اللي كل الدنيا دي بتعمل حسابها. قول لي ربنا يخليك ويطول عمرك ودايما متواضع ودايما تشوف الغلبان قبل الغنيان. البلد اللي فيها قائد وجيش يطمن اهلها ويعيش. حضن الغريب وقت التعب، بلد اللي فتحة للعرب والدنيا بابها.
أجرى وزير الخارجية سامح شكري اتصالين هاتفيين مع كل من الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني وقائد ميليشيا الدعم السريع. وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن شكري أكد في اتصالاته مع الجانبين على قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية وما أسفرت عنه من وقوع ضحايا أبرياء وتعريض أمن واستقرار السودان لمخاطر بالغة، مناشدا بالوقف الفوري لإطلاق النار حفاظا على مقدرات الشعب السوداني الشقيق وإعلاء المصلحة الوطنية العليا. كما أكد وزير الخارجية على أن مصر لن تألو جهدا في الوقوف إلى جوار السودان في هذه المحنة الخطيرة وغير المسبوقة، وأن الشعب المصري يتألم مما يلاقيه الشعب السوداني من معاناة نتيجة الاقتتال الدائر، الأمر الذي يقتضي ضرورة التزام جميع الأطراف بالهدنة لإتاحة الفرصة لعمليات الإغاثة وتقديم المساعدات الإنسانية والطبية لمستحقيها وتوفير الحماية للمدنيين. وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن شكري أعاد التأكيد على موقف مصر الثابت الداعي لاحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مشيرا إلى أن كافة الاتصالات وجهود الدبلوماسية التي تطلع بها مصر حاليا ترتكز على تلك المحددات وتستهدف مساعدة السودان في الخروج من محنته وتوفير البيئة الملائمة لحل الخلافات من خلال الحوار. تفقد عدد من ممثلي المنظمات الدولية معبر أرقين لمتابعة عبور الوافدين من الأراضي السودانية لمختلف الجنسيات إلى الأراضي المصرية. وتفقد الوفد بوابات المعبر وصالات استقبال الزوار والحجر الصحي والعيادات المتنقلة ومخيمات الهلال الأحمر الإنسانية والمنطقة المحايدة بين مصر والسودان. ضم الوفد ممثلا عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الأمم المتحدة للأمن والسلامة ومكتب المنسق العام المعين لمنظمة الأمم ومنظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمية. أكد ماكس شوت مدير مكتب المنسق الإقليمي للأمم المتحدة في مصر وجود تنسيق بين السلطات المصرية والأمم المتحدة لمساعدة العابرين من السودان، موجها الشكر لمصر لما تتيح من تسهيلات للعابرين، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من الدعم من الأمم المتحدة لمصر في قطاعات الصحة والغذاء. نحن هنا للتعرف على الاحتياجات الإنسانية للفارين من السودان وتقييم المساعدات الإنسانية. أنا متأثر جدا لما رأيته الآن والخدمات المقدمة من السلطات المصرية وما وفرته من مستلزمات المياه والطعام والمأوى. نحن من جانبنا في الأمم المتحدة نقدم الاحتياجات العاجلة لهم، ونحن جاهزون لتلبية الاحتياجات الضرورية والإنسانية. أود أن أستغل هذه الفرصة لتوجيه الشكر لمصر نظرا لقيامها بإبقاء المعبر مفتوحا أمام المساعدات العاجلة للفارين من العنف والاشتباكات والصراع في السودان. أتطلع لأن نتعاون معا الفاعلون في المجال الإنساني والأمم المتحدة والحكومات الغربية والسلطات المصرية لمساعدة المتضررين وتلبية احتياجاتهم، سواء أولئك الموجودون في مصر أو على الجانب الآخر من الحدود في السودان. نحن نعمل بشكل مكثف للتعامل مع الوضع الإنساني المتفاقم. كما تفقد عدد من ممثلي المنظمات الدولية التسهيلات التي وفرتها مصر للوافدين من الأراضي السودانية من مختلف الجنسيات إلى الأراضي المصرية. وتفقد الوفد إجراءات الدخول والخدمات التي تقدمها الدولة للعابرين. ويضم الوفد ممثلا عن المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وإدارة الأمم المتحدة للأمن والسلامة ومكتب المنسق العام المعين لمنظمة الأمم المتحدة ومنظمة اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية وبرنامج الأغذية العالمية.
والله استقبلونا بكل ترحيب بكل حفاوة وأهلا بكم ونورتونا وإن شاء الله كل حاجة ترجع. والهلال الأحمر ما مقصر، القزة، الفواكه، الموية، والله الناس دي واقفة كده يعني بالكراتين بالأكياس، الناس دي ما مقصرة معانا خالص، واقفين لينا على كرة واحدة زي ما بقولوا السودانيين. استقبال جميل الحمد لله، وإجراءات منتظمة جدا جدا. والشيء الذي ألفت انتباهي هو توزيع المياه والشرب والبسكويت والأكل، وحتى زيادة إضافة في هذا الوقت الراهن الفواكه. إحنا حالياً أول يوم لينا النهاردة داخل الحدود المصرية، إحنا قدمنا أكتر من أسبوع بنقدم المساعدات من خلال الهلال الأحمر المصري على الحدود المصرية. طبعاً الهلال الأحمر كان من أول الناس اللي على الأرض اللي قادرة تشتغل، وبالتالي إحنا عرفنا إيه الاحتياجات وقدرنا نكونتريبيوت للاحتياجات دي. فإحنا كمنظومة أمم متحدة، مفاوضات الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين هي اللي بتقود خطة الاستجابة، وهي اللي بتنسق بين منظومة الأمم المتحدة عامة، مؤسسات الأمم المتحدة اللي داخلة في الاستجابة دي، ومكتب المنسق الإقليمي للأمم المتحدة طبعا بالتنسيق مع الحكومة المصرية متمثلة في وزارة الخارجية المصرية. احنا النهاردة موجودين نسمع أكتر من الناس إيه الاحتياجات الحالية اللي على طول محتاجينها دلوقتي الإيميديت، والاحتياجات اللي محتاجينها على المدى الأطول شوية. قدرنا نوفر مية، أكل، هايجين كيتس، تواليتات، مساعدة طبية عاجلة، كراسي بعجل، كل ده من خلال التنسيق مع جهات الأمم المتحدة الأخرى زي مثلا منظمة الصحة، اليونيسف، المنظمة الدولية للهجرة، UNFPA، برنامج الأغذية. فإحنا بنحاول نقدم نشتغل مع بعض كمنظومة أمم متحدة إن إحنا بتنسيق الجهود بحيث نقدر نقدم الخدمات في جميع القطاعات اللي فيها احتياج دلوقتي. يواصل المعبران المصريان أرقين وقسطل استقبال المواطنين ورعايا الدول الأخرى القادمين من السودان. واستقبل معبر أرقين العديد من المواطنين التابعين لعدة دول في ظل استمرار الاستعدادات المصرية المكثفة وتكثيف تواجد الفرق الطبية التابعة للهلال الأحمر المصري والإسعاف. تحولت قرية وادي كركر في أسوان إلى خلايا عمل لا تتوقف، لا سيما مع تزايد أعداد الوافدين من السودان الفارين من المواجهات بين الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع، حيث يكرس الجميع وقته وجهده من أجل توفير سبل الراحة لضيوفهم وتخفيف وطأة معاناتهم. رحلة شاقة ترتسم ملامحها على وجوههم. العيش في الوطن بات مستحيلا، حتى الفرار منه لم يكن سهلا. لا مجال إذن سوى البحث عن ملاذ آمن. إنها حكاية تلك الأسرة السودانية التي استقر بهم الحال هنا في وادي كركر بمحافظة أسوان. اللي بيحصل ده في جهات مش معروفة هي بتسرق المخازن وبتحرق المصانع، فمن ناحية الاقتصادية طبعا احنا خفنا بصراحة، فقررنا انه لازم نطلع من المنطقة دي. وفعلا ده اللي حصل بعدين، انه ابتدى في غلاء في الاسعار بصورة جنونية، لانه التاجر في وادي حلفة لما تخلص منه اللي تحت ايده من مواد تومينية هيرجع للخرطوم يجيبها، والخرطوم ذات نفسها مش لاقي حاجة. فتم يعني قالوا يعتبروا ابادة لكل ما يلزم من تموين ومن مواد اقتصادية بتهم المواطن مباشرة، تم نهبها وتم ما لم يستطيعوا أن يحملوه تم حرقه. حالة صعبة، حالة صعبة شديد، الموت والجثث مرمية، وهو طوائي بيضرب الناس في هنا، يوقف العربية يشيل موبايلات ويشيل القروش ويدوك الرصاص يضرب طوال على طول. لا تنشغل تلك الأسرة بأسباب الحرب، لكن مشاهد الدمار والخراب الذي لحق بوطنهم حفرت في أذانهم. ما يدور في بالهم متى ينتهي الصراع وإلى أين المستقر؟ حتى ذلك الحين هم في ضيافة أشقائهم المصريين، إذ يتقاسمون معا ما تجود به الحياة. كنت خايفة من الحرب عشان كده جيت مع أهلي وحبيت مصر، هم كان بيقتلوا الناس، وحتى في العيد كمان ما كنا خايفين وخلينا المدرسة وجينا ما امتحنا. عندنا في مصر ما فيش حاجه اسمها لاجئ زي البلد الثاني، ما عندناش ناجحنا، احنا ابن بلد، مصري سوداني ما ابن بلد، سوري ابن بلد، ليبي ابن بلد، ما عندناش لاجئ احنا، البلد الوحيد ما فيش لاجئ مصر.
تحولت قرية وادي كركر إلى خلايا عمل لا تتوقف، لا سيما مع تزايد أعداد الوافدين. لذا الكل يكرس وقته وجهده من أجل توفير سبل الراحة لضيوفهم وتخفيف وطأة معاناتهم. أنا هنا في كركر بنمثل جمعية تنمية مجتمع الوادي كركر، ماشيين خلية مع بعضينا، بمعنى في نص المجموعة موجودة في الموقف البري بيستضيفوا الناس ويشوفوا يقدموا لهم الحاجة الساعة والوجبات السخنة، وبعد كده بنشوف لو في حد منهم في مجموعة تانية تبقى موجودة داخل البلد، لو في حد منهم تعبان وظروفه تعبانة بنضطر ناخدهم ونجيبهم بيت نخليهم ياخدوا راحتهم فيها وياخدوا مثلا الدرينك بتاعهم والشاور بتاعهم. بعد كده خلال اليوم والتاني بيبان بقى ظروفهم، يعني ظروفهم كويسة بيأجروا بيت، عايزين يأجروا في أسوان بينزلوا، عايزين يكملوا في كركر بيكملوا. إذن هم ليسوا وحدهم، فهكذا يستقبلون ويكرمون. اختيار مدينة أسوان كوجهة مفضلة لكثيرين ممن كتبت لهم النجاة من ويلات الصراع في السودان يأتي لاعتبارات عدة، كونها البوابة الأقرب لبلادهم فضلا عن صلات إنسانية فرضتها الجيرة والحرب. من وادي كركر بمحافظة أسوان، كريم رجب، إكسترا نيوز. وأكد الجيش السوداني أن الموقف العملياتي بجميع أنحاء البلاد وكل المدن والمناطق العسكرية مستقر وهادئ، ما عدا أجزاء من منطقة العاصمة ومدينة الأبيض بولاية شمال كاردفانا. وأشار الجيش السوداني في بيان له إلى أن ميليشيا الدعم السريع تواصل خرق الهدنة المعلنة، وذلك بالهجوم على منطقة بحري العسكرية وقيادة منطقة العاصمة المركزية بالخرطوم ومدينة الأبيض وقيادة الفرقة الخامسة مشاه، مؤكدة أن قواته تصدت لتلك المحاولات وكبدت ميليشيا الدعم السريع خسائر كبيرة. وأشار البيان إلى أن الميليشيا تواصل أيضا الممارسات الإرهابية، وذلك بنهب البنوك التجارية والمحلات فضلا عن الاستيلاء على مستشفى التوليد بأم درمان وتعطيل عمل هيئة الإمدادات الطبية المركزية، ما أدى إلى توقف الإمداد الدوائي بجميع أنحاء البلاد. اتهمت وزارة الخارجية السودانية ميليشيا الدعم السريع بمواصلة الانتهاكات على السفارات والبعثات الدبلوماسية دون أدنى اعتبار للهدنة المعلنة واحترام للقانون الدولي. وأدانت وزارة الخارجية السودانية في هذا الصدد هجوم الميليشيا على مقر السفارة الهندية في الخرطوم واقتحام مكتب السفير ونهب مقتنياته، مطالبة المجتمع الدولي بإدانة هذا السلوك الإجرامي. أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن حاجاتها هي وشركائها إلى تمويل يبلغ 445 مليون دولار لدعم النازحين من السودان حتى أكتوبر المقبل، حيث سيغطي هذا التمويل بشكل أساسي الدعم الفوري لنحو 860 ألف لاجئ وعائد من السودان. وأضافت المفوضية أن خطة الاستجابة تم وضعها مع 134 شريكا، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وجماعات المجتمع المدني. وسع الرئيس الأمريكي جو بايدن من سلطات حكومته لإصدار عقوبات تتعلق بالاشتباكات في السودان،
يأتي هذا بينما توقعت مديرة المخابرات الوطنية الأمريكية أفريل هاينز أن تستمر الاشتباكات في السودان لفترة طويلة مع عدم قدرة كل طرف على تحقيق نصر حاسم. حذرت هاينز من أن العنف المستمر فاقم ظروفا إنسانية سيئة بالفعل وأجبر منظمات الإغاثة على تقليص عملياتها وسط مخاوف متزايدة من تدفقات هائلة من اللاجئين. قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إنه بحث الوضع بالسودان مع قادة أفارقة وسيسعى للمساهمة في تحقيق الاستقرار به. وأضاف كيشيدا خلال مؤتمر صحفي في ختام جولة أفريقية أنه ليس لدى اليابان أي خطط ملموسة لإجراء محادثات رفيعة المستوى مع الصين. وفي مستجدات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث وسعت القوات الروسية نطاق هجماتها على العاصمة الأوكرانية ومقاطعات أوديسا وميكولايف وخرسون وزابوريجيا بعشرات المسيرات. وأشارت الإدارة العسكرية لكييف إلى أنها قامت بتفعيل الدفاعات الجوية والتعامل مع أهداف بسماء العاصمة، مشيرة إلى أن قوات الدفاع الجوي تتصدى لعدة أهداف، كما دعت سكان كييف للبقاء في أماكن آمنة. أعلنت السلطات الروسية في القرم عن إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة جوية في شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا. وقال حاكم سيفاسبول إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة من دون طيار في منطقة قاعدة بيلبيك. نشرت الرئاسة الروسية مقطع فيديو للرئيس فلاديمير بوتين أثناء اجتماعه بوزير التنمية الاقتصادية في الكرملين، ويأتي الاجتماع بعد يوم من إعلان موسكو إحباط محاولة لاغتيال بوتين بطائرتين مسيرتين استهدفتا الكرملين، متهمة أوكرانيا بالوقوف وراء ذلك. قال الكرملين إن محاولة الولايات المتحدة وأوكرانيا التنصل من محاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في هجوم بطائرتين مسيرتين أمر سخيف للغاية. ونفى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أي صلة لكييف بالواقعة التي تأتي قبل أيام من موكب يوم النصر الذي تقيمه موسكو في 9 مايو كل عام، وأيضا بالميدان الأحمر قرب الكرملين. اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن كل ما يفعله نظام أوكرانيا يقف وراءه الأمريكيون والدول الغربية، واتهمت زاخاروفا واشنطن ولندن بأنهما تتحملان مسؤولية كل ما يفعله نظام كييف، معتبرة أنهما دمرا السلطة في أوكرانيا ودعما كييف بالمال والأسلحة والغطاء السياسي والدعم العسكري. نفى البيت الأبيض تورط الولايات المتحدة في الهجوم على الكرملين، كما أشار البيت الأبيض إلى عدم وجود دليل على تورط أوكرانيا بالهجوم. وكان المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي قد أكد أن واشنطن لا تشجع أوكرانيا على ضرب أهداف خارج حدودها ولا تمكنها من ذلك. قال حاكم منطقة خرسون إن 23 شخصا لقوا حتفهم جراء القصف الروسي على مدينة خرسون الأوكرانية وبالقرب منها، وأشار إلى أن القذائف أصابت أحد المتاجر الكبيرة ومحطة للسكك الحديدية ومباني سكنية. وقال مسؤولون محليون إن من بين القتلى 3 مهندسين كانوا يحاولون إصلاح الأضرار التي تكبدتها شبكة الكهرباء في عمليات قصف روسية سابقة.
قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ينبغي محاكمته على أفعاله الإجرامية بحد وصفه. تصريحات الرئيس الأوكراني جاءت خلال زيارته لمقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي التي أصدرت مذكرة اعتقال دولية بحق الرئيس الروسي بتهمة ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا في مارس الماضي. تجري هولندا مشاورات حاليا مع الدنمارك وبريطانيا بشان تسليم طائرات مقاتلة لأوكرانيا. وقال رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو في لاهاي إن تسليم مقاتلات F-16 ليس أمرا محظورا. وأشار رئيس الوزراء إلى نقاشات دولية بشان تسليم مدافع هاوتزر ودبابات ليوبارد لأوكرانيا. فشلت الأمم المتحدة في جمع الأموال التي تحتاجها لتفريغ 1.1 مليون برميل من النفط من سفينة صافرة المتهالكة والتي ترسو قبالة ساحل اليمن لتجنب كارثة بيئية. ويحذر مسؤول الأمم المتحدة منذ سنوات من أن البحر الأحمر والساحل اليمني في خطر، لأن النفط قد يتسرب من الناقل صافر بكميات قد تصل إلى 4 أضعاف تلك التي تسربت في كارثة الناقلة إكسون فالديز عام 1989 قبالة ألاسكا. أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة وقف توزيع المواد الغذائية في إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا، موضحاً أنه لن يستأنف التوزيع قبل أن يتمكن من ضمان وصول المساعدات إلى المستفيدين والمستهدفين، وعاد ذلك إلى تقارير عن تحويل مسار المساعدات. شدد برنامج الأغذية العالمي على شركائه المتعاونين أن يراقبوا أي أنشطة غير مشروعة ويبلغوا عنها، وأن يطبقوا الضوابط المتفق عليها. ألقى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني زيارة كان مقررة إلى باريس بعدما وصف تصريحات وزير الداخلية الفرنسي بأنها غير مقبولة، لاعتباره أن رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عاجزة عن حل مشاكل الهجرة في بلادها. واعتبر تاجاني أن ما أسمها إهانات وزير الداخلية جيرالد بحق الحكومة وإيطاليا غير مقبولة. أدى إضراب تحذيري جديد في وسائل المواصلات المحلية بالعديد من الولايات الألمانية في تعذر التنقل بالحافلات. وتتفاوض نقابة فيردي والرابطة الاتحادية لأرباب العمل بشأن زيادة أجور العاملين في كل أنحاء ألمانيا والبالغ عددهم نحو 5000 شخص. قال مطار هيثرو إن خطط الطوارئ تعمل بشكل جيد ولم يتم إلغاء رحلات نتيجة لإضراب حراس الأمن. وأضرب أعضاء نقابة يونايت في المرة الأولى بسلسلة من إضرابات بعدما انهارت محادثات بشأن نزاع على الأجور. شارك أفراد من الجيش البريطاني في بروفا كاملة قبل حفل تتويج الملك البريطاني تشارلز الثالث وزوجته كاميلا في لندن. من جانبهم بدأ البريطانيون في التجمع خارج قصر باكنغهام قبل التتويج، حيث تم تجديد الإجراءات الأمنية حول القصر. سيتم تتويج الملك تشارلز يوم السبت المقبل ملكا بعد وفاة والدته إليزابيث الثانية في سبتمبر الماضي. I, Charles, Prince of Wales, do become your liege man of life and limb, and of earthly worship, and faith and truth I will bear unto thee, to live and die against all manner of foes.
السادس من مايو تاريخ جديد للعائلة الملكة في بريطانيا، حيث يترقب العالم مراسم حفل تتويج تشارلز الثالث. تقاليد التتويج في المملكة المتحدة وإن ظلت دون تغيير منذ أكثر من 1000 عام، إلا أنه يعد الحدث الوحيد المطبق من نوعه في أوروبا. وعلى الرغم من أن حفل التتويج سيكون وفق التقاليد القديمة، إلا أنه سيعكس دور الملك اليوم والتطلع إلى المستقبل، فيما ستتخلله موسيقى كلاسيكية ومؤلفات موسيقية أكثر حداثة وفقا لقصر باكنغهام. ورغم أن تشارلز الثالث أراد احتفالا أبسط وأقصر من الاحتفال بتتويج الملكة إليزابيث الثانية أمام جمهور من الضيوف يقتصر على 2000 شخص من ملوك ورؤساء دول وقادة أجانب ومجتمع مدني، إلا أن بعض الخطوات تبقى غير قابلة للتغيير. وبالإضافة إلى حفل السادس من مايو، تستعد بريطانيا لثلاثة أيام من الاحتفالات بالتتويج. فقد دعي الشعب للمشاركة في غداء كبير في إطار الاحتفالات، وفي الليل ستقام حفلة موسيقية في قلعة وينسور يحضرها 10,000 بريطاني تم اختيارهم عشوائياً. وفي الختام ستدعو العائلة الملكة البريطانيين للقيام بأعمال تطوعية في 8 مايو، والذي سيكون يوم عطلة. قال متحدث باسم الحكومة الرواندية إن الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الجزيرة قد أودت بحياة 130 شخصا ودمرت أكثر من 5,000 منزل، كما ألحقت أضرارا بنحو 2500 منزل آخر. وأوضح المتحدث باسم حكومة كيغالي أن جميع من كانوا يعيشون في تلك المنازل بحاجة الآن إلى نقلهم لمكان آخر، مضيفا أن جهود البحث عن ناجين لا تزال جارية وإن بعض الجثث لا تزال مدفونة في الطين، بما يشير إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة. أفاد الصليب الأحمر بمصرع 8 أشخاص على الأقل في منطقة كيسورو بجنوب غرب أوغندا بعد أن دفنت منازلهم في انهيار طيني ناجم عن الأمطار الغزيرة. وأوضح الصليب الأحمر الأوغندي أن معظم الضحايا من النساء والأطفال. حذرت الأمم المتحدة من أن هناك احتمالا قويا بأن تتشكل ظاهرة النينو المناخية هذا العام، مما قد يدفع درجات الحرارة إلى معدلات قياسية جديدة. وترتبط هذه الظاهرة المناخية عامة بارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف في بعض أنحاء العالم وبأمطار غزيرة في مناطق أخرى. أثر ارتفاع درجات الحرارة المتسارعة في المحيطات حول العالم والمعروفة بظاهرة نينيو المناخية
قلق العلماء، وذلك مع تحذيرات الأمم المتحدة من احتمال تكون تلك الظاهرة المناخية هذا العام، مما قد يدفع درجات الحرارة إلى معدلات قياسية جديدة، ما يشكل تهديداً للحياة البحرية. المنظمة العالمية للأرصاد الجوية قالت إن تشكل ظاهرة النينيو سيؤدي على الأرجح إلى ذروة جديدة في الاحترار المناخي، ويزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة قياسية، مقدرة أن احتمال تشكل هذه الظاهرة المناخية قد يكون بحلول نهاية سبتمبر المقبل بنسبة 80%. وكشفت دراسات أن ارتفاع درجات حرارة المحيط الأطلسي يعرض الأنهار الجليدية التي كانت مستقرة سابقا للخطر، حيث تذوب بشكل غير مسبوق بسبب ارتفاع درجات حرارة المحيطات بسبب تغير المناخ. ويعتبر ذوبان الجبال الجليدية وذوبان الجليد المخزن في القطبين ظاهرة مخيفة للغاية، لأنه يؤثر على مستويات سطح البحر الحالية. ونظرا لأن حوالي 10% من سكان الكوكب يعيشون في مناطق ساحلية منخفضة، فإن أي ارتفاع كبير في مستوى سطح البحر يمكن أن يتسبب في زيادة المخاطر على الجزر المنخفضة والمجتمعات الساحلية من الغرق، خاصة في حالة هبوب العواصف والأعاصير المدارية. وتعد النينيو ظاهرة مناخية طبيعية ترتبط عموما بارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف في بعض أنحاء العالم وبأمطار غزيرة في مناطق أخرى. وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن العام 2016 كان أكثر الأعوام حراً على الإطلاق بسبب التأثر المزدوج لظاهرة النينيو والاحترار من الغازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري. وفي هذه المرحلة لا يمكن توقع شدة ظاهرة النينيو أو مدتها مع تطور سياسات المناخ. واقتصاديا مشاهدينا، حيث قرر البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بقيمة 25 نقطة لتصل إلى 3.25% كما كان متوقع، وأبقى المركزي الأوروبي على خياراته مفتوحة بشأن التحركات المستقبلية مع استمرار المعركة لمكافحة التضخم المرتفع في منطقة اليورو. حذر البيت الأبيض من أنه في حال لم تتراجع المعارضة الجمهورية عن رفضها رفع سقف الدين العام، فإن الولايات المتحدة ستشهد كارثة اقتصادية إذا ما وقعت في حالة تخلف عن السداد لفترة طويلة. وقال المستشارون الاقتصاديون للرئيس جو بايدن إنه في حال تخلف البلاد عن الوفاء بالتزاماتها المالية في مواعيدها المحددة وطال أمد هذا التخلف عن السداد، فإن سوق العمل الأمريكية قد تفقد هذا الصيف أكثر من 8 ملايين وظيفة. وأضافوا أنه إذا تحقق هذا السيناريو الكارثي فإن الناتج المحلي الإجمالي سيتقلص بنسبة 6%، في حين ستخسر الأسواق المالية من جهتها 45% خلال الربع الثالث من العام. ارتفعت فاتورة صادرات البضائع الألمانية إلى ما يقارب 400 مليار يورو خلال الربع الأول من العام الحالي. وقال مكتب الإحصاء في ألمانيا إن إجمالية فاتورة البضائع بلغ 398 مليارا و200 مليون يورو بارتفاع قدره 7.4% مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، مشيرا إلى أن قيمة الصادرات في مارس الماضي بلغت 129 مليارا و700 مليون يورو بتراجع بنسبة 5.2% مقارنة مع فبراير السابق له. ورياضيا، يلتقي الأهلي مع بيراميدز في تمام 7:30 مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد في مواجهة السوبر المصري الخاص بالموسم الماضي. وسبق أن التقى الأهلي مع بيراميدز يوم 10 أبريل الماضي في نهائي كأس مصر، وفاز المارد الأحمر بهدفين لهدف.
يسعى الأهلي إلى تأكيد تفوقه على بيراميدز خلال المواجهة المقرر إقامتها بينهما على لقب السوبر المصري في 7:30 مساء الجمعة بتوقيت القاهرة على ملعب محمد بن زايد بالإمارات. ويخوض الأهلي اللقاء بصفته بطل كأس مصر، بينما يلعب بيراميدز بصفته وصيف الدوري الممتاز بعدما اعتذر الزمالك بطل المسابقة عن عدم خوض اللقاء. وسجل الأهلي تحت قيادة السويسري مارسيل كولر أمام بيراميدز 5 أهداف واستقبل هدفا واحدا، فيما توج حتى الآن بلقبه السوبر وكأس المحليين، ويسعى للقبه الثالث هذا الموسم بجانب وصوله إلى نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا وتصدره جدول ترتيب الدوري واقترابه من حسم اللقب. ويحمل الأهلي لقب آخر بطولة من كأس السوبر بعدما فاز على الزمالك مطلع الموسم الحالي بهدفين نظيفين وحصد اللقب. وسبق أن التقى الأهلي مع بيراميدز يوم 10 أبريل الماضي في نهائي كأس مصر وفاز المارد الأحمر بهدفين لهدف. ويسعى فريق بيراميدز للفوز على الأهلي وحصد لقب السوبر لتكون أول بطولة يتوج بها النادي منذ تأسيسه قبل 4 مواسم. في الأحوال الجوية مشاهدينا، حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل البرودة ليلا على أغلب الأنحاء. والآن مع بيان بدرجات الحرارة المتوقعة. وفي الختام مشاهدينا هذه تذكرة بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يوجه باستمرار العمل بأن يكون انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية أساسا متينا للتحديث الشامل للجهاز الإداري. مصر تؤكد موقفها الداعي لاحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه، والأمم المتحدة تشيد بجهود القاهرة لمساعدة الفارين من الاشتباكات. الجيش السوداني يؤكد استقرار الأوضاع بجميع المناطق باستثناء أجزاء من الخرطوم وشمال كردفان، ويتهم ميليشيا الدعم السريع بخرق الهدنة. ونذكركم لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة، كنا معكم على مدار هذه الساعة رامي الحلواني وأنا حبيبة عمر، إلى اللقاء.